وانتي فين قضيتي مستحيل يعني. طفولتك لا مثلا؟ لا لا، على طفولتي قضيتها في المغرب كامل. كان بون، انا خلقت في كناس، من بعد كنا عايشين في كناس دونك واحد العامين داكشي، من بعد مشينا للخميسات، من بعد الخميسات مشينا للرباط، من الرباط تطوان، تطوان تيفلت، من تيفلت مشينا لمكناس فاس. يعني كانت واحد الطفوله شويه، لان كان بحكم تتنقل الوالد. الاشتغال، الوالد ديالي كان مدرس صناعه تقليديه وكان كيخصو يتنقل كل سنتين في واحد المكان معين. فعشت واحد الطفوله شويه، يلا كنت كندير كنكون في واحد المدينه وكندير صحاباتي ونلف المدرسه كنعاود نمشي لمدينه اخرى. انا كنت احسدها يا حنان، انا كنت ساحسدك، انت بديتي بالحاجه يعني النقطه السلبيه انها كتفارقك مع اصحاب، لكن انا كنت انظر، كنت اقارن بين طفولتي وطفولتك واقول سعداتها يعني في فتره طفولتها هي جالت كل مدن المملكه. ولكن الحاجه اللي ما زيناش فيها هو ان كل مره غادي نرحلوا، كل مره تمارد الرحيل، واحد الاحباب والاصدقاء اللي ولفناهم واحد الوقت داكشي، يعني كان بامكاني نجول هذه المناطق هذه بامكاني.